السلام عليكم. اليوم رانا امام ارديس، يعني في الباركينغ تاع ارديس، ونروح نشوف الجديد تاع المركز التجاري تاع ارديس، نشوف التسميه الجديده. كاين اللي قال لك راح كاين فيه عقد مع مجمع اوشان الفرنسي باش يسير هذا المول. نروح نشوف، نقترب من إذن المركز التجاري ونشوف التسمية، إذا كان فيه تغيير في التسمية اللي كان اسمه أرديس، كانت كتابة تاع أرديس. الآن نروح نشوف وش فيه ونشوف وين وصلت الأشغال تاع التغيير الداخل وعلى برا، ونشوف وش كاين وش ما كاش. إذن نقترب من المركز التجاري ونلاحظ أنه فيه تسمية جديدة، هي ماشي أرديس وماشي أوشان، فيه تسمية أخرى وهي تسمية مارينا مول. إذن هذا هو الاسم الجديد نتاع المول هذا. إذن أرديس سوف تنزع وسوف يسمى مارينا مول، هذا هو. إذن هذا هو الاسم، هو مارينا مول المركز الجديد. نحاول نروح نشوف نسيي ندخل الداخل ونشوف. على كل حال هو راه مفتوح، بما انه الباركينغ راه معمر فيه بزاف سيارات، فهذا يعني ان الباركينغ هو مفتوح. نروح نشوف، نضربوا دور على الداخل نشوفوا اذا كان فيه تغيير، يعني من جهه من ناحيه نتاع الداخليه. كاوين تقاري يا صاحبي،
وهذا هو إذن أوشان. هنا نشاهد على اليمين إذن أوشان عنده مساحة مخصصة للمجمع هذا اللي راح يعني يبقى أوبيري في المنطقة هذه اللي هو جزء من المول اللي كنا يسمى مارينا مول. إذن أوشان عنده مساحة مثل كما كان أونو. إذن مساحة سوف تخصص كمركز تجاري داخل المول هذا. إذن هذا هو التسمية هي مارينا مول، وأوشان سوف يستغل مساحة مخصصة كمركز تجاري داخل المول هذا. نكتفي بهذا القدر، خليكم تتابعوا الفيديو هذا كملوا النهاية، مازال التحويسة ما خلصتش، والسلام عليكم.